صور ختام النشرة من بريطانيا، حيث أطلقت تحية بالبنادق في هايد بارك بلندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي أقيمت مراسم جنازتها الرسمية اليوم الاثنين وانتهت بتحية البوق الأخير قبل أن تقف الكنيسة ومعها الأمة لحظة صمت لمدة دقيقتين. وقد جرت هذه المراسيم وفق العادات الملكية المتأصلة والتي يتم العمل بها في مثل هذه الأحداث منذ عصور.